مشاهدو قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. بلاغ لرئاسة النيابة العامة على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة. وحرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشابه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المفترضة التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحسين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها. فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه فيه تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها. كما تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. برافو لرئاسة النيابة العامة، كتعطي التعليمات ديالها لجميع رئاسة النيابة العامة في جميع المحاكم بالمغرب على قبل هذه البلاغات وهذه النداءات اللي خرجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيقولوا بأن بعض الناس تعرضوا للسرقة، تعرضوا لبعض الأمور اللي هي خايبة، هما مشاو يديروا الخير وتعرضوا الابتزاز الدولي ومستعد ديالهم، المهم طراو لهم مشاكل. ورئاسة النيابة العامة كتعطي التعليمات ديالها وكتأمر الشرطة القضائية باش يفتحوا تحقيق في هذا الأمر هذا، والله يهدي دوك الناس اللي كيديروا بحال هاد الأفعال الإجرامية. فسبق ليا وسجلت مع واحد الشخص يوم أمس كيقول بأنهم مشاو باش يديروا واحد القافلة وتعرضوا لهم واحد الأشخاص، كيقول بأنهم هما جمعية زائد الساكنة ديال داك الدوار، داو ليهم ديالهم وضربوهم وهرسوا لهم الطوموبيل ترافيك اللي كانوا غاديين بها بالسلاح. الله يدير شي تاويل بخير. غنعاود نذكركم الإخوان بالبلاغ ديال رئاسة النيابة العامة على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرة التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة. وحرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المفترضة التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحسين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها. فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها. كما تضمن التعليمات ذاتها الموجهة للنيابة العامة الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. الله يرحم الناس اللي ماتوا، والله يجيب الشفاء الناس اللي تجبدوا من تحت أنقاض، الناس اللي تجرحوا، الناس اللي تهرسوا، الله يجيب لهم الشفاء يا ربي، والناس اللي كيتعاونوا الله يجازيهم بالخير.
وحتى لهنا غنوصلوا على نهاية البث المباشر، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله، تبقاو على خير.